السلام عليكم، أهلا بكم. كيف تحلل الشخصية العدوانية؟ وأسهل طريقة لإقناع الشخص العدواني؟ وما موقفك منها؟ الشخصية العدوانية تتصف بالغلظة في التعامل وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين، مما يوقعهم في العداوات والخلافات دائما. تحليل الشخصية العدوانية: التسلط الدائم في القول والفعل، والجراءة في التصرفات دون الاعتبار لحدود، التحديق المفرط في الآخرين، حيث يعتمد الشخص العدواني التحديق في أعين من حوله باستمرار، الصوت المرتفع بدون وجود داعي يبرر ذلك، كثرة الشجارات والعداوات المستمرة. موقفك أنت تجاه الشخصية العدوانية: دائما لا ينفع الجدال مع الشخصية العدوانية، بل يفضل أن تصغى إليه جيدا وأن تمتلك القدرة على امتصاص غضبه، ثم تعرض رأيك بهدوء وبدون الدخول في شجار معه. تتعارض تلك الشخصية مع الشخصية العطوفة تماما، حيث يستخدم كل منهما أسلوب مختلف في الإقناع. والطريقة المثلى لإقناع الشخص العدواني: استخدام الحجة والمنطق، والبعد كل البعد عن المشاعر أو أساليب الاستعطاف المختلفة.